سيدتي، تدور في كل أنحاء العالم، تدخل الكواليس لتجلب لكم كل ما هو مثير وترند في عالم الفن والمشاهير خلال الأسبوع. احتفل العالم من يومين بيوم الحب، وبهذه المناسبة اخترنا لكم هذا الفيديو الذي يظهر مدى التوافق بين الفنان اللبناني رامي عياش وزوجته دليدا. وكانت سيدتي قد قامت بتصويره معهما خلال جلسة تصويرية خاصة بالغلاف قبل أن تلد دليدا طفلتها أيانا. خلال إجابات كل من رامي ودليدا ستلاحظون مدى التوافق الذي جمعهما وكم نسبة الحب كبيرة بين هذين الزوجين. إليكم مقتطفات من المقابلة. شو أكثر أكلة بحبها رامي؟ ملوخية. ملوخية أكيد. شو أكثر لون بحبها؟ لون ما بحب الألوان، يعني بركي أبيض، يعني الأسود أنا والأبيض. شو بغنجك رامي؟ كذا شيء بس أكثر شيء دادا. دادا. الأرام. الروم. لوما. مين بدل الأرام أكثر، أنت أو اثنين؟ تام إنه هو مين بغنجه أكثر؟ اثنين تام، بس أنا يمكن شوي هرقته. دليدا أكثر. شو بردد أرام أكثر، بابا أو ماما؟ ماما. ماما أكيد. لا ماما. شهدت الرياض إقامة حفلة جماهيرية للفنانة أصالة نصري بإشراف من الهيئة العامة للثقافة وتنظيم من بنيا، واستمتع الجميع خاصة العائلات التي حضرت الحفلة الثانية لأصالة في السعودية بسهرة غنائية رائعة في الأجواء الشتوية الباردة التي تسود الرياض حاليا. وخلال الحفلة قالت أصالة لجمهورها: الأجواء باردة لكنني مشتاقة لكم، وإن شاء الله ألتقي بكم مرة أخرى في أجواء دافئة. ثم أشعلت أصالة الأجواء بأغنية عقوبة، حيث تفاعل معها الحضور كثيرا عبر تشغيل فلاشات الجوالات في لوحة فنية مميزة تشكلت على مدرج المسرح. وبدأ في الحفلة مدى الانسجام الكبير بين أصالة وجمهورها خاصة لدى أداء الأغنية الخليجية. المرة الثانية تدخل محمد شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب للرد على أنباء حملها من زوجها الثالث المطرب حسام حبيب، مؤكدا أن الشائعة تكررت كثيرا وهي غير صحيحة، واستخدم طريقة غاضبة للنفي تكشف عن تلقيه مئات الاستفسارات حول صحة الخبر. انضم الفنان السعودي محمد عاطف سندي المشهور بلقب أصغر ستاند أب كوميدي في بلاده لقائمة نجوم فيلم بورصة مصر، وبدأ بالفعل تصوير مشاهده داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر عرض الفيلم بموسم الرابع المقبل. سندي احتفل بالمشاركة في أول فيلم له بالسينما المصرية بجلسة تصوير جمعته مع نجوم فيلم بورصة مصر.